مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، برحب بكم من محافظة الدقهلية، تحديدا من إحدى القرى التابعة لمدينة المنصورة. النهاردة قدام قضية إنسانية وحالة بإذن الله الجميع، حالة مأساة تستحق المعرفة، وهي الحاجة فهيمة التي تبلغ من العمر 80 عاما. فهيمة إبراهيم محمد الباس. طب احكي لنا مشكلتك يا حاجة بالظبط. مشكلتي ابني مات بقاله من شهر 8، كانوا 2، وابني التاني سافر معرفش عنه حاجة من شهر 8، من 10/8 لحد النهاردة معرفش عنه حاجة. طب ابنك مسافر فين بالظبط يا حاج؟ كان في العراق. ما عرفتش توصلوا له خالص؟ ما عرفتش اوصله من شهر 8، ما عرفش عنه اي حاجة. نفسي اتعرف هو فين، بو ايه، نفسي اشوفه اسمع صوته قبل ما اموت. وانا ولي عند الكلي وساكنه قاعدة عندي، يعني بمعنى أصح ما بسيبهاش. أم غلبانة، وأخويا اللي هاني الله يرحمه كان أحن قلب في الدنيا، كان هاني الصدر الحنون بتاعنا بصراحة. الله الوكيل كان بيجيلي وبخشيلي، كان في العيد دي كل يوم العيد الصبح يجيلي ويقول لي عايزة إيه يا حبيبتي. الوقت مات، مراته حشت نفسها عنني، قالت أنا مانيش عايزة حد، وكل ما بعت لها برقم تليفونه او الايميل بتاعه تقول لك التليفون راح، دي راح، دي راح، مش عايزه تطمن عليه. طب هو هنا اخوك كان بيشتكي من حاجه؟ هاني كان عامل قلب مفتوح، كان عامل عمليه القلب المفتوح. وبعدين بقى كان حلو معايا في الليله دي، وكان حلو، وكان رايح المنصوره. اتفاجئت انت بتقول لي ده مات. لا، وقع مات. طب هو اخوه التاني اسمه ايه؟ طلعت دي الكبير بتاعي، طلعت الكبير بتاعي، طلعت دي حبيب برضو حبيبي ونور. طلعت عبد المجيد جبريل ادريس. طلعت عنده كام سنه يا حاج؟ 52 سنه. هو مسافر العراق بقاله قد ايه؟ 30 سنه. من وانا صغيره، يعني من ايام ما كانت السكه الحديد شغاله، من ايام القطر. وطلعت ما تواصلش معاكم خالص؟ كان بيكلمنا بقى، كان بيكلمنا بقى، كان هنا الله يرحمه يجي ياخدني ويقول لي تعالي. كان مش عايزه تسمع ست طلعت عايزه تشوفيه. يا هاني اسكت، بتضحك علي. يقول لي والله العظيم تعالي اسمعي. اروح اكلمه صوت وصوره واشوفه واسمعه واشوف عياله ومراته ست طيبه ومحترمه. من حد هاني ست طيبه ومحترمه مات، ما عدتش عرفت عنه حاجه، ما نعرفش عنه حاجه. اخر مره اكلمكم انتوا بالظبط اخر مره يوم وفاه هاني، يعني كان هاني مات النهارده. هي قالت لي طلعت عرف عن موت هاني، تعالي كلميه. رحت لقيت طبيعته بتضرب بس ان هو فين. عايزه اطمن عليه بس، مش عايزين اكتر من احنا مش عايز اكتر من الله. ومن يومها ما تعرفيش عنه اي حاجه خالص؟ نفسي ما اعرفش عنه اي حاجه. انا ببعت لها كتير، هي بعتت لي، مش عايزه حاجه. نفسي من عيني من امتى كانوا بيقولوا لهاني لما يجوا لي دلوقتي وطردتنا؟ انا بعتت لي مع ناس قالت لي ما تجيش، قلت حاضر عشان ما زعلهاش وخاطر عظم التربه، انا مش رحله خلاص. طب انت تحب توجهي للمسؤولين؟ اوجه لهم اللي انا اطمن عليه وعلى عياله، اطمن عليه يشوفوا حالتنا احنا ساكنين وغلابه وربنا اللي يعلم بينا. وامي تعبانه وعايزه يساعدوني، انا ما بسيبهاش. ولاد الحلال اللي يساعدوني، انا ما بسيبش امي. وايه يا امي مكان هاني وطلعت الوقت وحبيبتي ما بسيبهاش. طب ممكن حضرتك تقولي لي انت ساكنه فين بالظبط؟ انا ساكنه في حته اسمها التوب الابيض. دي فين قريه في الخليج؟ مركز المنصوره، الخليج، قوم الخليج، قوم بني مراس. ان شاء الله يسمعك احد المسؤولين ويتوجه لك بالتشبيه ويوصلك للرساله اللي انت عاوزها. كل اللي يساعدني ربنا يساعده بالصحه يا رب. انا شغاله في البيوت، اللي يعني ايه كل فن وفن على ما شقه تجينا اروح انضفها، والحمد لله. هعمل ايه؟ نحمد الله. والله ما حتى ما عندنا حتى طبخه رز ناكلها، والله ما عندنا رز، حتى الرز الابيض غله والدنيا غله، محدش عاد بده حاجه لحد. يلا الحمد لله. الحمد لله رضا.